أخبار اليوم. الغردقه 2015 ونستهل حفلنا بطابور عرض اللاعبين. Dear guests, welcome to Bulgaria World Cup 2015. We begin the opening ceremony by the players parade. Mr. Amr Kharadi, President of the Arabian Youth Sports Federation, Mr. Ahmed Nasser, President of the African Sport Federation of the African Sports Confederations, ladies and gentlemen, honorable guests. On behalf of the Egyptian Federation of Billion Sports, I would like to welcome you all to the Hurghada World Cup 2015. I much appreciate the players and the referees who came from outside the region despite the travel warnings. So thank you for coming and participating in our World Cup. This year is very special for us because we want to prove that Egypt is safe despite of what the media says. So I count on you to transfer through Facebook and Twitter what you see here. I'm sure that you know Hurghada and you know Egypt and it's a safe country. Thank you for your participation and may the best player. Well, His Excellency, General Ahmed Abdullah, Governor of Red Sea, His Excellency Mr. Yasser Rizq, Chairman and Chief Editor of Akhbar, represented by Mr. Hatem Zakaria, Mr. Farouk Al-Barghi, the Vice President of the International Federation, my dear friend and colleague, Mr. Mohammed Ammah, President of the Egyptian African and also Vice President, Secretary General of the International Federation. Dear friends, dear colleagues, ladies and gentlemen, distinguished guests, well, it's a great pleasure to be among you in 2 months since I was elected as an African Association of Sports Confederation's President. And it is my indeed pleasure to welcome you all in my beautiful country, Egypt, among one of the most beautiful cities, Red Sea. And I'm sure that this is going to be transferred to all the world that the Egyptian Peace Fund is hosting one of the most precious competitions in the world. Good luck to all the participants. Thanks to you all for coming, whether organizers or judges or officials. And good luck to the competition. Thanks again and good luck. السيد اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، السيد فاروق البرغي نائب الدولي ومندوبه في البطولة، السيد محمد الأماح،
السيد محمد لماح رئيس الاتحاد المصري لألعاب البلياردو ورئيس كبير عام الاتحاد الدولي للبلياردو سنوكر، السيد حسين الشريف رئيس الاتحاد الافريقي للبلياردو الفرنسي، السيد عمرو القادلي نائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب البلياردو ورئيس الاتحاد العربي للبلياردو، السيد بيني ديجنز رئيس الاتحاد الاوروبي بالانابه، السيد مارشن جريز مينيسكي نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب البلياردو، السيد ارسان اركان رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو. الساده الحضور، نحتفل اليوم بافتتاح بطولة كأس العالم للبلياردو الفرنسي التي تنظمها مؤسسة الأخبار اليوم بالتعاون مع الاتحادين المصري والدولي لألعاب البلياردو بمدينة الغداء عاصمة البحر الأحمر. ونأتي إلى هدوء خلف 12 بطولة ناجحة تمت على هذه الأرض الغالية من ودعم من شركاء الفريق والاتحادين المصري والدولي للبلياردو والنواحي المحترفين. وقد تختلف البطولة هذا العام عن البطولات السابقة لأنها تأتي في ظل حرب خسيسة تحاول بكل الوسائل ضرب اتصال مصر مع التربص بالشعب المسالم بعمليات إرهابية فاشلة تزيد إصرارا على التمسك بخريطة الطريق التي اكتملت باختراع أعضاء مجلس النواب. وتبقى مصر دائما آمنة مهما حاول المخربون. وقال تعالى في سورة يوسف النبي الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم. وحسن الطالع مسجل بطولة كأس العالم هذا العام رقما قياسيا جديدا في الدول المشاركة التي وصل عددها إلى 22 دولة بزيادة دولتين عن العام الماضي. ومن بين هذه الدول ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وكوريا الجنوبية وفيتنام والولايات المتحدة وتركيا وكولومبيا والأردن الشقيق. وشارك في الدور الرئيسي ابتداء من اليوم 12 لاعبا مختلفا من قمة الصنف العالمي على الترتيب الى جانب 20 لاعبا اخرين لا يقولون عنهم مهاره منهم سامح سيدهم ومصر فوضى من مصر. وقد بدات منافسه البطوله يوم الاحد الماضي بمشاركه 32 لاعبا من بينهم 26 لاعبا مصريا وصعد منهم 16 لاعبا انضموا الى اللاعبين المصنفين المحترفين في الدور الرئيسي. وكنا نفخر بالقول بان البطوله تنظمها اخبار اليوم للمره الثالثه عشر. كنا نتوجه بالشكر الى محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الأحمر وكانت محافظها اللواء أركان حرب أحمد عبد الله لما تقدمه من دعم لإقامتها. كما نتواجد بكل آيات العرفان والتقدير لوزارة السياحة التي تمول جوائز البطولة المادية سنويا. ولا ننسى في هذا السياق الدور الرائد لوزارة الشباب والرياضة في دعم كافة البطولات الرياضية خاصة تلك التي لها اتصال وتلامس مع السياحة. كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى مجموعة شركات سان رايز للفنادق وشركات الرعاية التي تعزز دائما كل الانشطه السياحيه والدوليه. الساده الحضور، وقبل ان اختم كلماتي اتوجه بالشكر الى الاتحادين المصري والدولي لاصرارهما على استمرار التعاون مع مؤسسه اخبار اليوم في تنظيم هذه البطوله سنويا. قال تعالى في كتابه الكريم: وكل اعمالهم خسر الله وعملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان انا ارحب بكل الساده الحضور وبشكرهم على حضورهم محافظة البحر الأحمر ومدينة الغرداء. والشكر أيضا موصول على القائمين بتنظيم هذه البطولة والمستضيفين أيضا لهذه البطولة، يعني على رأسهم مؤسسة أخبار اليوم أخي وصديقي الأستاذ ياسر رزق، والإصرار على إقامة هذه البطولة هي رقم 13 على التوالي في مدينة الغردقة وفي نفس هذه الصالة. كما أود شكري للاتحاد المصري أستاذ محمد الأماح متشكرين، وكنت يعني مشرفنا من فترة بسيطة وده استكمال. وأنا بقول اللي بيتعمل ده أنا بشكركم عليه لأنه أنتوا داعم رئيسي لتنشيط السياحة. الرياضة هي قوة ناعمة لتنشيط السياحة، وكثرة الفعاليات العالمية وباشتراك أعداد كبيرة من الدول بترسل رسالة بتحمل جميع المعاني وجميع المضامين: أن مصر آمنة، أن مصر جميلة، أن البحر الأحمر مقصد سياحي يبغاه كل العالم. ولكن عندما تصل الرسالة من الرياضة أو من الفن أعتقد أنها
ستكون صادقة وتأثيرها تأثير مباشر لجذب السياحة إلى منتجعات البحر الأحمر. الأستاذ أحمد ناصر بقول لك يعني كنا سوا من كام شهر، طب يلا بقى علشان إيه نعمل كمان فعالية عندنا في البحر الأحمر، لأني مترسخ لدي مفهوم إن دي أكبر إعلان، أكبر إعلان لمنتجعات البحر الأحمر بمشاركة دول كتيرة. المرة اللي فاتت كان عندنا 48 دولة كانوا مشتركين وكان منظمها الأستاذ محمد الأماح. النهاردة 22 دولة مشتركة في هذه البطولة. رسائل هتطلع لل 22 دولة هتدي كل اللي احنا بنتمناه وهتنشط لنا السياحة. أستاذ حسام الشاعر أنا بشكرك على تقديمك الدعم، وإن ده رقم 13 بتقام في هذه الصالة. أنا حضرت العام الماضي والعام قبل الماضي هذه المسابقة، فأنا بكرر شكري لمجموعة سان رايز على احتضانها لهذه البطولة. اسمحوا لي أيضا أن أنا أقدم الشكر للاتحاد الدولي على أنه طبعا بيدي الموافقة وبيقوم بالتعاون مع الاتحاد المصري بكل التنسيقات علشان حضور هذه المجموعة من اللاعبين ومن الإعلاميين ومن يعني الأسر أو المرافقين لأبطال العالم في هذه اللعبة حتى نشرف بهم في مدينة الغردقة. بتمنى للجميع التوفيق، إن شاء الله هنهني الفائزين ونسلمهم الدروع. بقول للجميع شكرا، شكرا على حضوركم، كل اللي تعاونوا لإخراج هذه البطولة من كل قلبي تحية تقدير وعرفان ليهم للجميع كلا باسمه، وندعو الله جميعا الخير لمصرنا. واسمحوا لي ان رد دايما بنقول تحيا مصر. شكرا، كل عام وانتم بخير. Ladies and gentlemen, Your Excellency General Ahmed Abdullah, Red Sea Governor, Mr. Hatem Zakaria, Editor-in-Chief and Head of Organizing Committee, Distinguished Guests. We are very happy to be here in Hurghada for the 15th year consecutive year. The Egyptian Federation of Billiard Sports is organizing this year the 15th billiard event for the 15th consecutive year. This year, we are missing a person who has played a key role in the success of the Hurghada event. He granted Egypt the first Hurghada Eurocup event in 2001, and it has grown from there. He is currently fighting a battle for his life, and we would like to take this opportunity to wish the CBA president, Mr. Wolfgang Wittmann, all the best and send him our heartfelt thoughts and prayers. For the players, we are all happy that you are here. We are waiting to see from you the highest quality of free cushion game in the world. And everyone must know that without you, we cannot organize this event. I wish you all the best of luck and may the best win. On behalf of the Union Mondiale de Billard and the African Carrom Confederation, I declare the Hurghada World Cup 2015 officially open.
Thank you.